صباح النور. بالواقع أنا موجود هنا منذ 3 أيام كما تعلمون. نحن نتابع أوضاع اللاجئين السوريين وسط هذه العاصفة الكبيرة التي تضرب لبنان والمنطقة. وبالتالي نحن الآن أصبحنا أو لبنان بشكل عام أصبح من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه مرورا بالجبل وسهل البقاع حيث نقف هنا أصبح في قلب العاصفة زينة. وأنا لا أدري لماذا تسمى دائما العواصف بأسماء أنثوية علما أن شدة هذه العاصفة تدل على قساوة الذكور عادة. بكل الأحوال هذا الموضوع أو هذه العاصفة دعيني في البداية أتحدث عن موضوع الأضرار التي تسببت بها. أولا على المستوى المادي علمت منذ قليل بأن هناك أضرار فعلا بعض الشيء كبيرة في بعض المناطق الجبلية حيث سقطت أبراج إرسال تابعة لمحطات إنترنت ومحطات تلفزيونية إضافة إلى سقوط العديد من اللوائح الإعلانات على بعض الطرقات. أصيبت بعض السيارات أيضا نتيجة اختلاع هذه العاصفة لأشجار ضخمة. وبالتالي حتى اللحظة لا أضرار كبيرة على المستوى البشري إطلاقا باستثناء طبعا كما ذكرنا أمس على المدن الساحلية مياه البحر غمرت بعض المطاعم القريبة من الشواطئ اللبنانية. حاليا معظم طرقات لبنان الجبلية مقفلة بالمناسبة. طريق ظهر البيضاء وهي التي تربط شمال شرق لبنان بغربه أصبحت مقطوعة بالكامل. الثلوج وصلت إلى متر تقريبا على ما أعلنت من مصادر أمنية منذ قليل في منطقة ظهر البيدر. هنا في شتورة يعني عادة سهل البقاع ارتفاعه عن سطح البحر ليس بالكبير لكن شدة هذه العاصفة غمرت سهل البقاع وكل الجبال المحيطة به بهذه الكمية الكبيرة من الثلوج المرشحة للاستمرار. يعني نحن كما تلاحظين في هذه اللحظات الثلوج تتساقط بغدارة ومرشح هذا الأمر أن يستمر حتى مساء الغد أو بعد ظهر الغد. وبالتالي سنكون حتى في شتورة وزحلي وهذه المدن في قلب سهل البقاع على مستوى تقريبا أكثر من متر إذا ما استمرت على نفس الوتيرة هذه العاصفة وهذا التساقط الكبير للثلوج. أيضا بالمناسبة دعيني أتحدث عن موضوع جدا مهم يتعلق بالنازحين السوريين أو اللاجئين السوريين وأوضاعهم التي تابعناها عبر العربية والحدث طوال هذين اليومين الماضيين. لا يمكن أن نصف أوضاع هؤلاء وسط هذه العاصفة كارثة بكل معنى الكلمة. وأنا إذا هناك من أحد يسمعنا من هيئات دولية وغير الدولية أن يسارع إلى مساعدة هؤلاء. هم غارقون بالكامل بالثلج والخيم لم تصمد كثيرا وبالتالي أوضاعهم جدا مأساوية. تفضلي. طبعا يعني الله يعينهم. وطبعا نحن تغطيتنا مستمرة لأوضاع اللاجئين تحديدا في ظل هذه العاصفة وطبعا كل الدول العربية المتأثرة بهذه العاصفة. كان معنا من شتورة في البقاع مراسلنا عدنان غملوش. شكرا لك يا عدنان.